يعني ماشي غايب، انا حاضر ولكن ما كيعي فيا حد. ما انا ما عمرني قلت شي واحد لا، اللي عايز ليا مرحبا بي واللي ما عايش ليا مرحبا. خويا عمل درتو مع عادل الفاضلي في سفرو، كنت نتسنى غادي يدوز التلفزيون الاولى ان شاء الله. وطيل عمي ادريس، الحاله الصحيه ديالي اخويا يعني مره طالحه مره هابطه، احنا كان معدي حتى يدي الله البركه ديالو. الله يخليكم ليا، الله يطول لي في عمركم، لان بكم عايش وبلا بكم ما كنسوى انا والو.